أن تطيب لنا ذي الحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر، وطفل فقير طواه الأسى ينام وفي مقلتيه الدجر. سنمسح عن كل جرح دماه، ونمضي بما ربنا قد أمر، ونودع في الأرض بذر النماء ليورق بذرا نمي بهي الثمر. إذا المرء يدرك سر العطاء لأنفق فيه المدى والعمر. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أرحب بضيوفي الكرام، تشاركني في التقديم لأول مرة الدكتورة إيمان سلام، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ مروان، أهلا أهلا وسهلا بك، بحضرتك يا أهلا فندم. بك حبيبي. الأستاذ سلامة عفيفي، أهلا وسهلا أهلا بحضرتك. بك يا أستاذ مروان، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة إيمان، إن شاء الله في البرنامج في أول حلقة من برنامج ومن أحياها حضرتك هتشاركيني التقديم إن شاء الله على يعني مر حلقات هذا البرنامج، وأتشرف بذلك. شرف لي، تفضل. تسلم لي. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بالأستاذ مروان عبد الشافي اللي أتاح لي الفرصة دي في تقديم بعض المشاهد الإنسانية اللي موجودة في المجتمع المصري، جزاكم الله خير. وبرحب بالأستاذ سلامة أحد الرجال اللي أنا بعتبرهم أبطال، ويعتبر أب مثالي للمسؤولية اللي موجودة على كتفه من سنين وشايلها بقدر كبير من الآدمية والإنسانية لولاده. تمام. فكرة البرنامج من أحياها، تمام. البرنامج بيناقش دور المجتمع التطوعي، تمام. وبحط تحتيها 3000 خط، ودور المجتمع المدني في رفع جزء من المعاناة اللي بتواجهها الأسرة المصرية فوق المتوسطة وما دونها. وأنا تمام. قصدي أقول ده فوق المتوسطة، لأن في بعض الأمراض إحنا بنقابلها محدش يستطيع إنه يتحمل عبئها نهائي. تمام. مفيش أسرة تقدر دخلها متوسط تقدر تغطي تكاليف مرض حد من أولادها. تمام. تمام. المجتمع التطوعي احنا بفضل الله ان احنا ناهله من المسؤوليه ديت عشان الاسره المصريه تقدر تتخطى ازمه صحيه، يا اما بتكون طارئه ومحتاجه علاج سريع وتدخل سريع تمام. ومكلف، او محتاجه علاج على المدى الطويل، تمام. وده برضو بيبقى مكلف، زي امراض الدم، زي الامراض الوراثيه، زي المرض اللي هنناقشه النهارده، مرض ضمور العضلات. ضمور الاستاذ العضلات. سلامه تمام. عنده طفلين، رجب توفاه الله رحمه الله. ومحمود، الاثنين مصابين بمرض ضمور العضلات، والاثنين يشكلوا عبء كبير على الاسره المصريه. تمام. من خلال حلقات البرنامج هنبتدي نقول ان احنا ما عندناش حاجه اسمها مستحيل. تمام. رجب ضمور العضلات، الساينتفك ريسيرشز او الابحاث العلميه بتقول ان الاطفال لحد 12 سنه وبعد كده بيتوفاهم الله. تمام. بفضل الله، بفضل الله رجب عايش لحد 22 سنه. ما شاء الله. على اي اساس؟ لقى العنايه الطبيه، لقى الرعايه النفسيه، ودي اللي وفرها استاذ سلامه. قصدي حضرتك يعني ان المرضى دول لو لقوا يعني فرصة في الرعاية ممكن ربنا يديهم طولة العمر كمان. طبعا احنا ليس لنا من الامر الا السعي، تمام. مساله العمر دي بايد ربنا سبحانه وتعالى، تمام. ولكن انت من خلال المجتمع المدني والتطوعي بتحاول تسهل وتدي امكانيات تخلي الاطفال دول يبتدوا يتلقوا علاج نقدر نقول من خلاله ان الحاله بتتحسن. مفيش اهمال، في متابعه من خلال اشعات والتحاليل مهما كانت مكلفه، في علاجات بتتعطى مهما كانت مكلفه، فبالتالي النتيجه بتبقى يعني غير اللي احنا متعودين عليه فعلا. تمام. هو في طبعا في تقرير عن مرضى ضمور العضلات، هنشوف التقرير ده بس لما يجهزوه الجماعة الأول نشوف جاهز. طب نشوف التقرير ونرجع تاني إن شاء الله. نفسه السامية تطيب القناعة في يده. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه. ماشي. عايز حضرتك تتكلمي عن عبا من الإعداد يجهز التقرير، تتكلمي عن مرض ضمور العضلات. تمام. طيب قبل ما أتكلم عن مرض ضمور العضلات، أنا محتاجة إن أنا
احط ضوء على الاستاذ سلامه ودوره تمام. في ولاده. انا بعتبره اب مثالي. الراجل ده كان بيودي بينظف بيحمي بيلبس. ما شاء الله رجب وصل لكليه اداب ثالثه، ما وكان شاء الله الاول على دفعته، الرابع، ما شاء الله، الرابع على رابعة، دفعته، وصل رابعة، رابعه رابعة رابعه ما شاء وكان الله، ليه، كان الكام على الدفعه؟ كان الاول على الدفعه. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. انت متخيل مدى الانجاز؟ اه طبعا من مفيش حياه لحياه، اكيد. خلاص نقل، بيروح 4 ايام الكلية الكليه في الاسبوع، النقله ب 120 جنيه رايح جاي، لان هو رجب من ابو حمص، تمام. فمن ابو حمص لحد دمنهور رايح جاي. انت متخيل مدى المجهود؟ مش هقول لك المجهود او اللود المادي، المجهود البدني اللي بيبذله اب زي ده. أكيد طبعا. بصراحه من خلال تعاملاتي في المجتمع المدني، انا ما لقيتش اب بيشيل ولاده زي ما لقيت استاذ سلامه، ما حصلتش. ربنا دايما يجعله في ميزان الام حسناته طبعا. هي اللي بتشيل المسؤولية، وهي اللي وبالعكس الأب بيشيل إيده. يعني ده يمكن الحالة الوحيدة اللي أنا قابلتها في حياتي في خلال مثلا 20 سنة في خدمة المجتمع المدني، إن أب يشيل ولاده بالمنظر ده، ويبقى الدور مثمر كده، إن الولد يوصل كلية. أنا بقول لك ده كان بينتهي عند 12 سنة. الدكتور اللي كان متابع رجب ومحمود في القاهرة تمام. كشفه 900 جنيه، فأنت متخيل النقل، متخيل الحمل المادي اللي كانت الأسرة دي بتتكفله. العلاج بتاع الطفل الواحد وهي حالة مستقرة بيدخل في حوالي 3000 جنيه في الشهر. أكيد. انت بتتكلم في طفلين، يعني 6000. انهي أسرة مصرية تقدر تغطي التكاليف ديت؟ العلاج ده غير بقى الوقعات بتاعت الطفل اللي هو ممكن يدخل النهاردة عناية مركزة، أكيد. فانت بتتكلم في 1000، 1500 في اليوم. وبعد ما الدنيا غلت كده والدولار عالي، انت بتوصل ممكن 3 4000 جنيه في اليوم. وده كان بيحصل كتير خصوصا في الفتره الاخيره الرجب. رجب اعتقد بقى استاذ سلامه يبتدي تمام. يحط استاذ الضوء على محمد القصه سمير، دي. التقرير جاهز ولا لسه؟ تمام. استاذ سلامه، عايز حضرتك تتكلم عن حاله رجب باستفاضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابن رجب كان اتولد شاب، طفل طبيعي زي أي طفل، مشى في الوقت الطبيعي اللي بيمشي في أي طفل. وبعد فترة لاحظت عليه إن هو بدأ يتسلق نفسه وهو بيقف، يعني لما بيقف بيبدأ يقف على إيديه ورجليه الاتنين مع بعض. تمام. فطبعا أنا شغال ممرض جراحة مخ وأعصاب، فأخدته ورحت بيه على دكاترة مخ وأعصاب على طول. تمام. فما كانش فيه يعني ما كانش فيه مشكله في تشخيصه، لانه اتشخص ضمور عضلات اول ما اتعمل التحليل بتاع الماسكولار دوشان وبتاع السي بي كي، اكد التشخيص. اكد التشخيص ان فيه اكد التشخيص ضمور ان ده عضلات. مرض ضمور عضلات. والدكاتره في اسكندريه نصحوني كتير ان انت يعني ما تحاولش تدي افاق ابعد من انك تطلعه بره اسكندريه او تروح لهنا او هنا، لان النتائج بتبقى بالنسبه للمرض دي محسوم يعني. تمام. فسالت يعني ابتديت اسال مين احسن واحد ممكن يشتغل في الجزء ده، فدلوني على دكتور في القاهره. تمام. فاخدته وجيت القاهره. الكلام ده كان هو عنده مثلا 5 سنين او 4 سنين. مشاني على اصناف دواء. هو قال لي ان العلاج ده مرهق ماديا ومرهق نفسيا، وانت لازم تتقبله ولازم تتعايش معاه. تمام. كتب لي حقن بتيجي من المانيا اسمها ماسكولاس، وكتب لي ادويه زي الواي بروتين والجلاسين بودر والحاجات اللي هي كلها تعتبر بناء للعضلات يعني. تمام. كانت الحاجات دي اياميها لما كان الكلام ده بتكلم حضرتك من 15 سنه 17 سنه، كان الكلام ده غالي جدا يعني، كنت بجيب روشتة غاليه جدا. بقيت امشي على النظام ده، وبدات اتابع مع الدكتور ده كل فتره. تمام. ربنا كرمني، وهو طبعا الطفل ده بيقعد في رابعه ابتدائي، يعني بيبتدي يتعامل عن طريق كرسي متحرك وهو في رابعه وفي خمسه ابتدائي، بقى غير قادر على الحركه، لان الماسكولار دوشان ده اول حاجه بياخدها عضلات الفخد والحوض. تمام. وبعد كده بيطلع على العضلات الهيكليه الكبيره زي عضلات الكتف، واخر مرحله اللي هي عضلات الصدر. تمام. فمشيت مع رجب واحده واحده، يعني ابتديت اوديه المدرسه، اجيبه من المدرسه، اعمل له ادي له احتياجاته الخاصه زيه زي اي ولد في سنه، اطلعه امشيه، جبت له الكرسي وبمساعده يعني الناس، ومشيت وبديت اتعالجه لحد ربنا ما كرمني ووصلت بيه لانه دخل كليه. كان طبعا في الثانويه العامه اضطر يدخل ادبي، لان في عجز في الكتابه، ان حد لازم يكتب له. وكان في الادب، كان في الثانويه من المتفوقين الحمد لله، ودخل كليه اداب قسم فلسفه. وكان ده دخوله للاداب ما كانش قصور في المجموع قد ما هو كان قصور في المجهود. ربنا كرمنا ووصلت بيه الرابعه كليه. تمام. في رابعه كليه كان هو وصل لمرحله برضو من التعب اللي الدكتور وصفها لي. تمام. فكنت في الفتره دي بتردد على الدكتور برضو، فجيت تمام. مره رحت له قال لي بقول لك يا سلامه بقى ايه، انت خلاص كده ما تجيبوش،
وخليه عندك انت، افرح بيه شويه، قاعد معاك، وكله شربه حميه لبسه، حتى ما فيش داعي للكليه. قلت له لا ما فيش داعي للكليه ليه؟ لا يروح الكليه يتعامل زي اقرانه في نفس الوقت. واراد ربنا ان هو كان اخر يوم في امتحانات الترم الثاني في سنه رابعه، تمام، كان الامتحان يوم الاثنين وكان عنده امتحان يوم الاربعاء، فهو توفاه الله يوم الاثنين بالليل رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، ونحمد ربنا ونشكر فضله ونامل من ربنا ان ربنا يدينا الصحه والعافيه ان احنا نكمل مع اخوه. بس انا من هنا من المكان دوت بناشد وزاره الصحه، في دواء جديد ظهر بعتوا لي اصحابي من بره، في حقن ظهرت. الاول لازم تعرف ان تعداد مرضى الدوشان ماسكولار في مصر لا يتجاوز ال 25000 حاله على مستوى، يتجاوز ال 25000 على مستوى مصر بحالها. ما شاء الله، ده انت عندك خبره. ما هو حضرتك لازم يكون عندك خبره، ولازم اسال ولازم اعرف كل جديد فيه. الدولة بتتبنى دلوقتي القضاء على الأمراض الوراثية والأمراض المتوطنة في مصر زي فيروس سي وزي البلهارسيا وزي الكلام ده، فنأمل من الدولة أنها تتبنى هذا الكلام وتدخله في المنظومة الصحية في الدولة، وخصوصا أن العدد مش كبير. تمام، طيب نروح للتقرير، نشوف التقرير ونرجع لبعض تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي سلام عفيفي من أبو حمص بحيرة. كنت شغال ممرض خاص في مركز طب سموحة جراحة مخ وأعصاب وعض. ربنا كرمني واتجوزت وخلفت 3 ولاد. الولد الأولاني دلوقتي سنه 23 سنة، والشيماء سنها 17 سنة، ومحمود سنه 12 سنة. في سن ابني الكبير في سن الخمس سنين كده لقيته مش قادر يمشي، خدت ولفيت بيه بقى اللفه اللي هي الاولانيه كده عند كل بتوع جراحه المخ والاعصاب، ما حدش قادر يشخصه لي. رحت دكتور محمد رمضان، ده شخصه، قال لي ده مرض ضمور عضلات بيصيب الاطفال الذكور دون الاناث، لو خلفت ولد 2 3 5 10 هيطلعوا بنفس حاملين نفس الجين ده. بدات ادور على حل، وصفوا لي دكتور في القاهره في باب اللوق في القاهره اسمه سهر السيد هاشم، قالوا اخر الشجره هو الراجل ده. رحت له، كان كشفه أيامها أول أنا ما رحت له كان كشفه تقريبا 400 جنيه، النهارده أنا بروح له بكشف 1200 جنيه في الكشف الواحد. فقال لي فعلا أنت متشخص صح في اسكندرية، وده مرض ضمور عضلات، والأطفال دول ما بيعيشوش بعد 17 سنة والقصة بتنتهي. وكتب لي أدوية كانت تقريبا ب 2000 جنيه في الشهر، في وقت ما كان كل مرتبي في المركز الطبي تقريبا 200 جنيه. فربنا قدرني وقدرت أمشي معاه، ودخلته كلية، ودخلته يعني كان في الثانوية جاب تقريبا حاجة و90، دخل آداب لظروفه الصحية. فكان أنا اضطريت أسيب المركز الطبي عشان أقدر أراعيه وأراعي أخوه. اشتغلت في عيادة خاصة مع دكتور جراحة مخ وأعصاب، اتعرفت بدكتورة إيمان بالصدفة هناك عند الدكتور بتاع جراحة المخ والأعصاب ده، فشرحت لها ظروف رجب. قلت لها أنا عندي ابني 1 2 3، قلت له طب هات الجمعية وأنا هحاول أساعدك باللي أقدر عليه. من يوم ما جبته الجمعية وتقريبا الجمعية هي متكفلة بيه، أنا ماليش علاقة بيه من أي حتة في أي حتة، مصاريفه، كليته، مواصلاته. فروحت للدكتور سهر هاشم اخر مره كان من حوالي 7 شهور، كان كشفه تقريبا وصل 1200 جنيه. فقال لي ما عادش تجيبه تاني بقى، خليك على الادويه السبورتد بتاعت اسكندريه كده، الادويه الضعيفه اللي هي الخفيفه الرخيصه دي، وما عادش تجيبه لي تاني القاهره، لان ما عادش في حاجه ممكن انا اعملها لك او في حاجه ممكن هو يستفيد منها عندي. جه ربنا كرمني بالولد التاني محمود اللي هو دلوقتي في 6 ابتدائي، وبرده يعني الحمد لله رب العالمين برده طلع عنده ماسكولار دوشان. فاصبحت ان انا دلوقتي عندي ولدين مطالب ان انت تبقى يعني ايه سبورتد ما بين الاثنين كده، الكبير اللي هو في الكليه ليه متطلبات خاصه عايزه تتعمل، والصغير اللي هو في ابتدائي برضه ليه متطلبات خاصه عايزه تتعمل. فيعني مش عارف يعني ايه، الموضوع مجهد خالص خالص خالص. انا يعني بعذر اي حد يكون عنده اي حد تعبان بالماسكولار دوشان ده اللي هو ضمور العضلات ده، لان حاجه صعبه خالص 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 لما تشوف كيان بني ادم بيتهد، طفل عادي كبير جسمه عادي وفجاه تبص لها الكلام ده كله، الكيان ده كله بيقع، والدكتور بيقول لك ان الراجل ده عمره الافتراضي 17 18 سنه وطبيا ملوش اي علاج عندي، وانت مطالب انك تحمي وتلبس وتاكل وتشرب وتعمل كل حاجه، لان مفيش اي عضو من اعضائه بيتحرك الا عينيه بس، يعني مفيش اي ماسلز في اي حته، اي عضله في اي حته فيه ممكن تكون بتادي وظيفه. يعني انت دلوقتي كل حاجه بالنسبه له. اضطريت ان انا اسيب المركز الطبي خالص، اضطريت اسيب شغل الخاص في اي مستشفى في اي حته. 2000 جنيه انت بتاخد من العياده دي كلها 1000 جنيه او 1100 جنيه في الشهر، مطالب ان انت تعمل دروس شيماء، مطالب انك تودي راجب الكليه بعربيه خاصه مرتين في الاسبوع بياخد فيها المحاضرات بتاعته، ومطالب انك تودي الامتحان. العربيه الخاصه بتاخد مني من ابو حمص لحد منور وتستناني 200 جنيه، بوديه مرتين في الاسبوع، وساعات يعني في بعض الاحيان لما يبقى صحيا مش مستعد ما بوديهوش.
فانا شرحت قصه شيماء للدكتوره ايمان، قالت لي يعني هنبقى مع بعض وان شاء الله تبقى كويسه، وانا دلوقتي باخد دعم مادي من الجمعيه تقريبا كل شهر مبلغ محترم بيساعدني ان انا ادي الواجب اللي عليا تجاه الاولاد دول بشكل كويس، والعلاجات اللي بتنطلب في الاسبوع بكتبها للاستاذ هشام وبعتها له واتساب، الاستاذ هشام مشكورا بيجيبها وبيتصل بيا اجي اخدها من هنا. وبصراحه على قدر المستطاع انا بحاول اقفل جزء، وهم بصراحه مقفلين معايا بقيه الاجزاء كلها، فيعني ربنا يجزيهم عننا كلنا خير. مشاهدي الكرام، رجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وبرجع بالسؤال للدكتورة إيمان سلام. حضرتك مدرس بالمعهد العالي لعلوم البحار بجامعة اسكندرية، تمام؟ دخلتي العمل التطوعي إزاي؟ أنا هستسمحك أستاذ مروان، أنا محتاجة أدي سؤال لكلمة اتقالت في التقرير من أستاذ سلامة، وهي كلمة كيان بني آدم بيتهد، فأنا عايزة أتوجه بالسؤال لأستاذ سلام. هو أنا عارفة إن السؤال بتاعي تقيل أو الطلب بتاعي تقيل نوعا ما، بس اللحظات الأخيرة في حياة رجب لما اتحكت لي، بص رجب بالنسبة لي شخصية عبقرية على كل المستويات، طفل بيكبر يوصل لسن المراهقة بعد كده يوصل لسن الشباب، بيتحدى إعاقة صعب جدا إن حد يتعامل معاها، الولد نفسه يعني يمكن صوره وهو صغير وصوره وهي وهو كبير والمقارنه بينهم حاجه تحزن بمعنى الكلمه يعني. عشان كده حتى لو في امل مهما كانت التكلفه ان علاج تم اختباره بره وابتدى يتطبق فعلا وابتدى يدي نتائج نقدر نجيبه هنا في مصر ونبتدي ننزله على لستة نفقة الدولة أو التأمين أو بحيث إن الحالات وهم 25,000 حالة مش رقم طبعا تبتدي تتلقى العلاج دوت، ويبقى في أمل إن الناس دي تكمل حتى لو حياتها قصيرة طبعا ولكن نوعا ما صحيحة تمام، عشان نرفع المعاناة النفسية حتى. أستاذ سلامة، اللحظات الأخيرة في حياة رجب، أنا عارفة إن الطلب ده تقيل، بس خلينا نقول للناس بص جزء او مشهد هو انساني هو حاصل. هو رجب كان يوم ما توفى كان في احسن حالاته، يعني ما كانش في يوم احسن من كده. ندى على اخته الصغيره شيماء، لا يا شيماء انت في ثالثه ثانوي ودي سنه مفصليه بالنسبه لك، اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين وربنا معاكي، انت تمام يا رجب؟ قال لي تمام يا بابا. فقال لي بابا، قلت له نعم، قال لي حطيني على رجليك، قلت له حاضر. طبعا انت عارف مرضى ضمور العضلات دول في اخر المراحل بيبقى وزنهم قليل قوي، فحطيته على رجلي. قال لي بابا معلش انا تعبتك معايا، بس انا خلاص والله والله خلاص انا بفنش بشطب يعني. فقلت له ما تقولش الكلام ده، ما فيش حد بيعرف الكلام ده يعني. قال لي لا انا عارف، معلش اذا كنت تعبتك معلش، بس انا بشطب. فقال لي حطيني طيب على الارض، حطيته على الارض. قال لي معلش حطيني على رجلك تاني، قلت له حاضر، حطيته على رجلي تاني. قال لي وديني على السرير، وديته على السرير. فقال لي بابا نعم، قلت له قال لي نام ورايا، قلت له حاضر. قال لي ضميني عليك كويس، ضميته عليا كويس. قال لي بابا، قلت له نعم. قال لي قول لا اله الا الله، قلت له لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب استاذ سلام، انا مش عايز مش عايزين نشكل عليه. قال لي قول تاني لا اله الا الله، قلت له لا اله الا الله. وبعدين ما لقيتهوش خلاص، الحمد لله الحمد لله، وان شاء الله ربنا يعوضك خير باذن الله. الحمد لله. نرجع لحضرتك تاني بالسؤال يا دكتوره، وقول لي حضرتك انت ازاي دخلتي العمل التطوعي؟ رجب في الجنة. استاذ رجب، استاذ سلامه، استاذ سلامه، انا عارفه ان انت بطل وماسك نفسك. استاذ سلامه، رجب في الجنة ان شاء الله، وانت قصه كفاح يعني يتضرب بيها المثل للعالم كله. لا فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى ان شاء الله. ولا تنحني نفس الساميه، تطيب القناعة في يده، ولا تنحني نفسه السامية. قناة الصحة والجمال.
والجمال اتش بي سي. ولا تنحني نفس السامية، تطيب القناعة في يده، ولا تنحني نفس السامية. رجعنا لحضراتكم مرة أخرى. يعني أنتوا شفتوا المشهد وشفتوا قد إيه الأستاذ سلامة معانا وربنا يعينه ويقويه. أستاذ سلامة، يعني اللحظة دي لحظة صعبة على أي أب، تمام، لكن حضرتك ده اختبار وامتحان وابتلاء وضعك الله عز وجل. الحمد لله، الحمد لله. فلازم الإنسان يكون صابر ومحتسب، الحمد لله، وأجره على الله عز وجل. الحمد لله. يعني يحضرني موقف، مات ابن لأحد الملوك، فجاء إلي أحد العلماء فقال له لأن يكون هو في ميزان حسناتك خير من أن تكون أنت في ميزان حسناته. هو توفاه الله، احتسبه الحمد عند الله عز وجل لتأخذ الأجر والثواب إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله. برضو السؤال، يعني مش عارف، يعني والله يا حالة مؤثرة جدا جدا جدا، والدكتورة يعني تقدر تتكلم. أنا حبيت ألقي الضوء على الجزئية دي لأن هو حكاها لي وكانت مؤثرة جدا. أو أبهات كتير وأمهات كتير ممكن يمروا بلحظات زي دي مع أولادهم، بس إحنا بنحسش بيهم. يمكن أستاذ سلامة عشان العلاقة بيننا وبينه قوية وفيها نوع من الود، تمام، فسمعنا، تفهم. لكن وجود طفل تعبان في البيت وعنده مرض مستعصي أو مرض مزمن أو مرض وراثي، حمل كبير جدا. تمام. سألتني على البداية. تمام. بص، أنا كنت متطوعة في فترة من الفترات في أحد الجمعيات الخيرية. تمام. كنت داخلة على كورس إشارات وصم وبكم، تمام. وبعد كده يعني قدراً ابتديت أتفرع شوية للصيدلية والأدوية. حضرني موقف يوميها الأب كان جاي ياخد علاج بنته. تمام. الراجل ده كان عنده مصنع وباعه على بنته التعبانة، مش فاكرة كان عندها إيه، بس واضح إن الموضوع كان كبير وقتها. كبير. وما لقاش كل العلاج متوفر. تمام. فكان ماشي وهو مش فاهم ان اللي احنا مش قادرين نوفره، يعني تمام، زعلان وفي نوع من يعني حسبي الله، انا مش لاقي عالج بنتي. فمشهد ساعتها قلت هي دي فكره من هنا، هي الحته دي. هو ده، احنا عندنا حاجتين مهمين في مصر، الصحه والتعليم. اكيد طبعا، هم دول العبء الكبير على اي اسره مصريه. تمام. طيب ايه الحاجه اللي فعلا متعبه وبتاخد فلوس كتير ومصاريف كتير؟ المرض. لو احنا قدرنا نحل النقطة دي عند الناس، تمام، أو في أي بيت مصري، يبقى هو هيوفر فلوسه للتعليم وهتلاقي في الآخر مجتمع صحيح. تمام. واحدة واحدة، تمام؟ وفعلا ابتدينا ناخد ابتديت بعد كده رحت نقابة الأطباء واتطوعت في لجنة الإغاثة. وقتها كان في مشكلة في مستشفى الشاطبي، كان المفروض هتتهد، فالدعم بتاعها كان قليل جدا. أمراض الدم فيها أو قسم اللوكيميا كان في مشكلة حقيقية على أرض الواقع، أطفال كتير نسبة الوفيات بينهم علت. تمام. خلاص نتيجة نقص الأدوية ابتدينا نعمل باكب ونعمل إمداد بالأدوية. واحدة واحدة ابتدينا نعمل الأشعات، ندخل بقى في التشخيص. تمام. التشخيص صح، الأشعات، التحاليل، تعاقدات مع المستشفيات فور فري من غير فلوس. تمام. خد مثلا 5 حالات مني كل شهر مجانا. تمام. تمام. تحاليل أو أشعات، كشوفات الدكاترة مجانا. حتى الأستاذ سلامة ماسك عيادة دكتور مخ وجراحة مخ وأعصاب في اسكندرية وبياخد مننا حالات مجانا. تمام. معنى كده ان انت الأسرة اللي هي محتاجة وما تقدرش تروح لدكتور تمنه غالي أو أستاذ كبير، أو ما تقدرش تروح تعمل التحليل الفلاني أو الأشعة الفلانية، انت وفرت لها الخدمة دي مجانا. وبالتالي انت بفضل الله، الكلام ده بقاله 20 سنة بفضل الله. معنى كده ان انت تشخيصك بيبقى تشخيص سريع. تمام. علاجك بيتعطى بسرعة، النتيجة بتبقى احنا عندنا أطفال لوكيميا أو سرطان الدم ربنا شفاهم. الرعاية الطبية بتفرق، شفاهم ومكملين حياتهم عادي. الرعاية الطبية بتفرق، وخصوصا لما بتكون على مستوى، يعني احنا دايما شعارنا خدمة طبية عالية الجودة. خدمة طبية عالية الجودة، ده الشعار الأساسي بتاعنا. تمام. تمام.
كمان انت حتى ما عندكيش مستشفى، ده انت بتقدمي خدمه طبيه يعني تطوعيه. هي كلها قائمه بالعلاقات. تمام. عارف التليفونات؟ اكيد. بالتليفون الحاله الفلانيه رايحه كذا، متحوله من الجمعيه للدكتور الفلاني، كلها ماشيه علاقات. تمام. حتى استاذ سلامه بعلاقاته بيساعدنا. اكيد طبعا. يعني اللي بيبقى صاحب المشكله نفسها وبيبقى مر بيها اكتر واحد يقدر يحس بغيره. أكيد. ويقدر أكيد. يدعمه. اكيد. يعني المؤسسه بتاعتك او الجمعيه بتاعتك حضرتك يعني بتاعت ربنا. اكيد طبعا. بالنسبه ليها بتتكلم بس او بتساعد في المجالات الطبيه فقط ولا في كل المجالات؟ بص احنا مجالاتنا كله. كل. لكن مينلي او الاساس بتاعي الحالات الحاجات الطبيه. تمام. وبرضو احنا الموضوع عندنا نوعا ما متخصص شوية. انا باخد الحالات العاجلة، حالات الحضانات. تمام. لان انا عندي ازمة في الحضانات. تمام. حالات حوادث الطرق. اكيد. عشان انا عندي، انا كان عندي من سنة اسرة كاملة 5 افراد دستهم تريلا في العمرية. لا حول ولا قوة. انت متخيل ان الاسرة دي تقدر تدخل خاص وتتعالج؟ لا طبعا. مستحيل طبعا. الـ 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 وبعدين كان فيهم 3 ولاد، بنتين وشاب، شباب، والاب والام. الاب في الحادث ده توفاه الله. طبعا. تمام. محبا. فضل الام وبقيه الولاد. تمام. خلاص. احنا الاسره دي دخلناها خاص، وحتى فيهم بنت عملت جراحات مخ واعصاب وشرايح ومصابين. قصه كبيره لان حادثه كبيره. وكملت بحسابات الورق والقلم طبعا، او بالحسابات البشريه الناس دي ما تكملش. أكيد. لكن العنايه الطبيه الجيده واللي جودتها عاليه قدرنا ان احنا نخطي بالناس دي. يعني واخر حاجه اتعملت من 2 3 شهور اطراف صناعيه للام. تمام. تمام. يبقى احنا بناخد حوادث الطرق، يبقى احنا بناخد حالات الحضانات، بناخد حالات القلب، حالات جلطات القلب محتاجه تدخل سريع ومكلف. النهارده جلطه في القلب قسطره دعامه، لازم في نفس في خلال مثلا 4 5 ساعات يمكن اقل. فاحنا بفضل الله من خلال المجتمع التطوعي والمدني قدرنا ان احنا نعرف عربيه الاسعاف. أكيد. السريعه ده اللي احنا بندور عليه، خاصة انت في المجال الطبي يعني نوعا ما في المجال الطبي، ف يعني خدت المجال اللي انت يعني ايه مهنكه فيه كتير. لا هو انا خبرتي في المجال الطبي من خبره الممارسه والمجتمع التطوعي. تمام. لكن انا في الاصل دكتوره في المعهد القومي لعلوم البحر كيمياء، انا معالجه ميه، انا بتاعت ميه. تمام. يعني ليكي برضه في في المجال الطبي نوعا ما. نوعا ما من خلال الخبره بقى. تمام. الاستاذ سلامه، يعني بما ان حضرتك في المجال الطبي برضه، تمام، كنت بتشوف حالات زي رجب او غيره، يعني كنت بتتعامل معها ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك ان الحالات دي فوق طاقه البني ادم العادي. تمام. يعني ما ينفعش واحد يشيلها لوحده. اكيد. كنت بتساعد طبعا في ما هي بديله التوجيه والترشيد والارشاد، بس الحالات دي مش كتير. ما بقول لحضرتك انت ممكن لما تجيب 25,000 حالة على 100 مليون بني آدم. أكيد. فدي مش نسبة، يعني ممكن اسكندرية والبحيرة كلها تطلع منها مثلا 5 6 حالات. أكيد. أنا لوحدي عندي 2، أنت متخيل حضرتك؟ تمام. فلما تحصر محافظتين في 4 5، يعني أنت لو قسمت ال 25,000 حالة دول على كامل محافظات، على ال 120 مليون دول اللي احنا اللي هم تعداد سكان مصر دلوقتي، هتلاقي إن, 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 إن أنا عندي مثلا نص حالات البحيرة واسكندرية لوحدي كبني آدم. تمام. فالحالات دي قليلة. قليلة جدا. قليلة قوي. تمام. وبتحتاج رعاية يعني فوق الوصف، لان انت الولد ده لما بيكبر بيبقى له متطلبات خاصة زي اي شاب في سنه. تمام. عايز دي تتعامل بلمح البصر، مش لازم. تمام. هو يطلبها، ولازم تبقى انت مدرك الكلام ده، ولازم تهيئه نفسيا ان ده حياته، ان القعدة على الـ على الـ على الـ على المكتب ده او على الكرسي ده بالطريقة دي هي الحياة اللي هتلازمه بقية حياته. تمام. ان انت تطلع من دماغه فكرة ان هو هيقوم ويمشي، ان انت تهيئه ان هو يقدم يخطط لمستقبله من الوضع ده. تمام. ان هو يشوف الدنيا كلها من خلالك انت اللي بتنقل الاخبار، انت اللي بتقول له دكتوره ايمان، الاستاذ فلان، استاذ فلان، لازم تكون في مصداقيه في الكلام، ولازم تديله الصح عشان. تمام. هو هياخد الصح منك، مش هيلاقيه بره. تمام. حضرتك كنت التقيت مع حضرتك مره في عند الدكتوره ايمان، وكنت كان في مبادره كنت انت عايز تتكلم فيها بالنسبه للعمل التطوعي. طب ايه فكره المبادره بتاعت حضرتك؟ حضرتك هي قايمه على التكافل. قايمه يعني على التكافل، يعني احنا الدوله مش تعمل كل حاجه. تمام. ومش هتبص لكل الزوايا. انت أكيد. بتبني دوله البنيه التحتيه بتاعتها واسعه وكبيره.
مش هتشوفك وتشوف غيرك وتشوف غيرك وتشوف غيرك. يعني انت بتبني حياتك على التكافل، انا عندي انت ما عندكش، انا اديك اللي عندي وانت تديني اللي عندك. تمام. من منظور خدمي، من منظور خدمي، يعني انا راجل ممرض. تمام. بعرض خدمات التمريضيه مجانيه. تمام. شامله المواصلات كمان، يعني انا بنزل بوست على النت انا سلامه ممرض جراحه مخ واعصاب، شفت البوست ده كتير، مستعد لتقديم جميع الخدمات التمريضيه بلا مقابل. بلا مقابل. ايوه، وبكتب ارقام تليفوناتي وبعمل دي مبادره لكل المسعفين وكل الممرضين الموجود معايا في الاطار اللي انا موجود فيه. طب حضرتك المبادره دي ممكن يعني تفعل فعلا على الاقل في المركز عندنا في ابو حمص؟ هي مفعله بس لسه ما هياش مثمره، يعني هي لسه الاقبال عليها مش كتير، لان كله بيقول ده الدخل بتاعي وده الشغل بتاعي وده اللي انا باكل منه عيش، فازاي هعمله ببلاش؟ طيب ما هو ممكن برضو يخصص جزء يعني زي ما بنقول لله. تمام. الجزء اللي هو يعمله ده لله، ما هو لازم كل واحد بقى يعمل جزء من حياته وقف لله تعالى يوهبه ربنا بس. هو ده انا شايفه في موجود في حضرتك. ما هو ده مهم، لان انت في الاخر حضرتك هتاخد رزقك اللي ربنا كتبه لك، وهتاخد عمرك اللي ربنا كتبه لك برضو، يعني اللي هتاخد رزق اكتر من اللي ربنا كتبه لك، ولا هتعيش عمر اكتر من ربنا عطوه. اكيد طبعا. فانت توهب نفسك لربنا ولله وللناس، ربنا هيرزقك وهتعيش كويس وهتعيش مرتاح، حتى لو حصلت لك يعني احنا مفيش اعظم من مصيبه الموت في الدنيا. أكيد. وربنا قال في القران ان الموت ده مصيبه، فلما تتقبله بنفس راضيه وانت مدرك تماما ان اللي مات ده خد عمره وخد رزقه وخد حياته، ودي حياته ايا كان الطريقه اللي مات بيها، فهو عمره انتهى عند كده، هتبقى مرتاح. تمام. فانا كان نفسي يساعدني كتير من المسعفين الموجودين في المركز عندنا. تمام. ويتبنوا نفس المبادره ونقفل المركز علينا كده كمسعفين وكمتطوعين للعمل الصحي، عمل خدمي، لان زي الدكتور ايمان ما قالت، هو اكتر حاجتين بيهموا البني ادم دلوقتي صحته في المقام الاول والتعليم في المقام الثاني. تمام. الصحه في المقام الاول، لان مش كل المتعلم واعي، انت ممكن تعلم ابنك صنعه ويبقى مدرك وصاحي وواعي، لكن ابنك صحيح والمجتمع صحيح هو المجتمع اللي هيبني. تمام. فالصحه اهم حاجه، فكانت المبادرة من هنا ان احنا عايزين يا جماعة، انا راجل مسعف بقدم خدمات تمريضية مجانية بلا مقابل شاملة المواصلات لاي مكان داخل مركز ابو حمص. تمام. وبنطلب بالليل وبالنهار وبروح، عايز المبادرة دي يسمعها كتير من الشباب ويسمعها كتير. أيوة. من الناس كلهم في مجاله، مش يعني الكهربائي كهربائي والسباك سباك والنجار نجار وده وده وده، يوهب جزء من 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 من, من دنيته ومن حياته ومن وقته، هذا وقف لله تعالى، يوقفه لله تعالى، صدقني ربنا هيعوضه والله. اكيد والله طبعا. بركة. اه طبعا بركه. يعني بركة. بمناسبه البركه بقى، انت يعني انا يعني زرت حضرتك كتير في المكتب عند حضرتك، انت ازاي ممشيه حياتك ما بين ابحاث في الجامعه، وما بين ابحاث في المكتب، وما بين ابحاث يعني في المعامل، وما بين الجمعيات، بتمشيها ازاي؟ بالبركه. بالبركه برضو. والبركه احنا في المجتمع فاكرين ان كلمه البركه معناها العشوائيه. تمام. هي ماشيه لا، هي ماشيه ببركه ربنا. بركه ربنا الحاجه اللي فيها لله، هو في جزء لله اللي قاله استاذ سلام. تمام. تغرقش اكيد الحته بتاعت لله دي، هي اللي بتبارك بقى في الوقت بتاع كل ده. تمام. وقبل الابحاث الطفله. طفله طبعا. طبعا جودي. ليه؟ لان ان الطفل امانه. انت بتعلم وبتربي وبتدي تغرس سلوكيات، عايز تطلع طبعا مجتمع سليم، دي في حد ذاتها مسؤوليه كبيره. تمام. قبل اي حاجه، انا من الناس اللي معترفه ان المراه رقم واحد بيتها واولادها. تمام. هم دول الاطار اللي ربنا خلقنا ليه في البدايه. تمام. فيما عدا ذلك كل دي تعتبر اشياء ثانويه. تمام. دول رقم واحد، فهي البركه طول ما في حته لله الدنيا ماشيه. طول ما في حته ايه؟ لله. لله. حتى في الجمعيه، يعني احنا يعني امكانياتنا مش كبيره، بناخد حالات حضانات وعنايه مركزه وجلطات، وفضل الله عاملين يعني عاملين انجاز كبير في اسكندريه في قصه جلطات القلب والدعامات. تمام. تمام. جاي ماشيه بالعلاقات الحجم، ويعني الدعامه بتعمل مثلا 40,000. تمام. او من 30 ل 40,000. تمام. احنا ما بنكسرش ال 20 ما شاء الله. تمام. وبنتعامل بالاجل، احنا معظم تعاملاتنا بالاجل، اشعاعات وتحاليل بالاجل لحد ما ربنا يفرجها. تمام. فكلمه البركه دي عشان فيها حته لله، مش معناها هنا ان هي ماشيه بنوع من العشوائيه. لا. تمام. لا لا، انت بتحط جزء كده من وقتك، جزء من صحتك، جزء من علمك. تمام. لله. جزء من علمك. ما انا مش قلت لك بتاعت ميه؟ آه طبعا. كان عندنا مشكله في من كام سنه في عبد القادر لما غرقت في ميه الصرف، لما الشتاء كان جامد قوي في الفتره دي، قبل اللي فاتت من كام سنه مش فاكره، يعني من 4 سنين تقريبا. وقتها الناس دي مستحيل عمليا ان هم يقدروا يشتروا ميه معدنيه ويشربوها، الميه كانت نازله من الحنفيات فيها مشاكل، الميه بتاعت الشرب لطشت في الصرف. اكيد.
تمام. ففي البداية كأول يومين ثلاثة كنا بنعمل بنمد المنطقة دي بمية معدنية شوية، واشترينا لهم محطة مية اتحطت ألحقناها في أحد المساجد أو أحد الجامعات هناك تقريبا، يعني بتنتج حوالي 10,000 لتر في اليوم. 10,000 لتر مية شرب. مية شرب. طيب مالها بتاعت مية. تمام. طب ليه ما نعملش محطة مية على أيدينا؟ وعملنا كانت تاني محطة مية مانيوال على أيدينا. تمام. وصناعة ايه يعني اللي هو حد حداد حد مش عارفة ايه، والكيماويات بقى اللي جوه دي كانت شغلتنا ما شاء الله. فانت بتطوع هو بقى كده خدمة المجتمع وحل مشاكله من خلال العلم، ننزل الابحاث العلمية من على الرف. من على الرف. تمام. ايوه ما يعني مش دي حقيقة أكيد. تنزل من على الرف وتبتدي نحل بيها او نفعلها ونحل بيها بقى مشاكل المجتمع. تمام. تمام. يعني انت بسم الله ما شاء الله قادره توازني بين حياتك المنزليه وحياتك العمليه ربنا والله وحياتك يعني وتربيه البنت كمان. يعني انا في يوم من الايام لما كانت في المستشفى جودي كان في تليفون جالك، فبقول لك اتصلت انت على حد بتقولوا لهم وفروا العنايه المركزه في المكان الفلاني، قلت لك طب خليكي في اللي انت فيه، قالت لي قلت لي ده بيشيل ده يعني سبحان الله. يعني فترة جودي أنا برضو حابة أعرض قصة جودي، أنا برضو فيروس ضرب المخ محتاج علاج سريع، علاج مكلف مش أي حد يقدر عليه، التهاب السحائي يعني. تمام. أنا هعرضها في إطار إن هو حمل، وعايزة أنوه لنقطة، لا يعيب أي بني آدم أو أي أسرة مصرية إن هي تلجأ للغير في إنه يساعدها تكافل. في تحمل تكافل. لا بره بقى التكافل بره. تمام. ما حدش يقدر يا جماعة، خلينا على أرض الواقع. النهاردة أنت دخلك كام والخارج بتاعك كام؟ تمام. يعني سيبك بقى المسميات ديت والكلام ده كله على عيني وراسي، بس عمليا على أرض الواقع أنا أجيب منين؟ أكيد أسرق. ما أنا هسرق لو ما لجأتش للغير، هسرق لأن بالورقة والقلم اللي داخل أقل بكتير من اللي طالع. يعني الراجل ده لما يدفع 6,000 جنيه في الشهر أدوية بس، فين بقى تعليم البنت التالتة، تعليم العيلين التعبانين، نقلهم، أكل وشرب، لبس. تمام. ما تجيش. فلا يعيب أي بني آدم إنه يلجأ للغير. تمام. ولازم الغير يديله خدمته بمنتهى الكرامة. منتهى الكرامة طبعا ده موجودة طبعاً. عند حضرتك في الخدمة بالنسبة للكرامة بالذات بشوفها كتير، لأن أنا زرت المكان لازم. عند حضرتك كتير. ولعلمك خروج التجارب الإنسانية دي أو الأزمات، يعني إحنا بنعرض أزمة، احنا مخرجينها في اطار احدى طرق الحل بكل الكرامه وباحترام. الراجل ده في الاول وفي الاخر متخصص قاري طبعا. طبعا هو قاري وفاهم وعارف ايه الابديت او ايه الحاجات الجديده اللي ابنه ممكن يتعالج بيها. الخبره الاحتكاك بالمرض بيخلي حتى لو هو مش عارف يقرا لو بصمجي هتلاقيه عارف يتعامل. الازمه مش بيقول لك الحاجه ام الاختراع. نرجع لجودي. جودي يعني جودي كانت حاله غريبه. انا بنتي في مدرسه اي جي وفي سنه عندها حوالي 11 سنه في سنه داخله 6. رمضان اللي فات الصبح عندها صداع، انا قلت بتتدلع روحي على تمرينك. تمام. كنا في رمضان. قلت والله قلت بتتدلع. انا اللي جبتها. البسي نظارتك، ما تلبسيش النظاره. بيكلموني من التمرين البنت وقعت. كان قادر الاستاذ سلامه في سموحه في الجمعيه وهو اللي نزل الجبل لان انا كنت بعيد. تمام. على العصر تعالي مامي وديني الحمام. غريبه. مامي انا مش قادره اقف. على المغرب كده ابتدت ترجع. رحت مكلمه استاذه عنايه مركزه صاحبتي قالت لي ايمان هاتيها لي البيت. تمام. وده من لطف ربنا برضو لان التهاب السحائي لو ما تشخص في اول 24 ساعه التهاب عن فيروس في المخ خلصت. يا ده من عشان ده بقى اللي بيشيل. يمكن انا البت دي نجت بركه ربنا، مش غير على فكره بدول ببركه الحته بتاعت الوقت اللي هو رايح بتاع ربنا ده. تمام. كويس. دي تتحجز دلوقتي، روحي اعملي أشعة مقطعية على المخ. تمام. أنا من وسوستي عملت رنين وأشعة مقطعية، عملت تحاليل، عينة من الظهر تطلع في نفس اليوم. تمام. فاهم؟ على فكرة برضو دي مشكلة، لو الواحد ربنا ما كانش من عليه بكمية العلاقات دي أنا ما كنتش أعرف أدعم بنتي بأن أنا أشخصها بسرعة وتاخد علاجها يوميها الساعة 12 واحدة بالليل. تمام.
لان احنا 12 بالليل كانت خدت العلاج، كانت خدت اول جرعه، أول جرعة. احنا قبليها بشهرين بنت صاحبتها في الفصل ما تشخصتش بسرعه، تمام، فتوفاها الله. فايوه الالتهاب الصحي ده انا حبيت برضه اقوله لسبب، لانه التاك سريع يعني فيروس كده بيضرب مره واحده، تمام، لازم يتعالج بسرعه ومكلف جدا، تمام، ولازم تتحجز، تمام، يعني دي لازم دي اتحجزت المفروض الابحاث بتقول او الكتاب بيقول 14 يوم، تمام. انت متخيل في مستشفى خاص 14 يوم علاجها بند علاج العلاج ده بس كان حوالي 1500 يوميا، 1500 عشان ابقى واضحه 1600 علاج بس من غير اقامه من غير تحاليل بتتابع من غير اشعاعات من غير اي حاجه، تمام. مين هات لي بقى حد يقدر يدفع 1500 او 1600 كل يوم؟ كل يوم الا بقى اذا كان شغال مثلا في بنك وعنده علاج اسري او بترول وعنده علاج اسري، تمام. شريحه معينه من المجتمع اللي هي تقدر تغطي التكاليف دي اكيد. وانت بتتكلم في طفل ما بيتفهمش، الطفل ده زي العود الاخضر، تمام، الصبح تعبان بالليل. طبعا ربنا يعني يحفظ ولادنا جميعا، بس دي من الحاجات برضو او من الامراض اللي بتحتاج تشخيص سريع، دكتور شاطر يعني، ربنا برضو رزقني بدكتورة عزة مصطفى استاذ عناية مركزة في الشاطبي، دي بفضل الله عرفت تشخص بالنظرة، بالنظرة دكتور شاطر وامكانيات. لو ما فيش الامكانيات ولا احنا تسوفنا في مستشفى عام ولا وتعالي بكرة ومش على فكرة انا في الخاص وقالوا لي طب ما نعمل بذل النخاع من الظهر بكرة، بس انا عشان فاهمه لا انت وقفتي يعني انا ما انا فاهمه انا برضو عايزه الناس تقرا، لازم الناس تقرا، تمام. ايوه طبعا اقرا عن امراض الاطفال، اقرا عن الامراض المستعصيه، اقرا وثقف نفسك عشان من خلال الثقافه دي انا من خلال الثقافه دي قدرت احس ان في حاجه في خطر، في حاجه لازم تبص ما تعاملتش معاه لانه برد عادي، تمام، انت في حاجه فلازم الناس تقرا. يعني انا برضو من المكان ده يا جماعه اقروا، اقروا في تربية الأطفال، اقروا في أمراض الأطفال، اقروا إزاي التعامل مع الطفل المريض لأنه بيبقى حساس. يعني أنا بنتي طلعت من القصة دي نيرفس جدا، عصبية جدا، حد تاني واضح أنت جربتها، حد تاني. طب طريقة التعامل وكفاية المعاناة، هي كانت تاخد علاج في الوريد بيحرق لها، يعني الوريد ما بيتحملش، تمام. فيطلع فتصوت، فمرت وسبحان الله يعني احنا مرينا ب 14 يوم مثلا او حوالي 20 يوم، تمام. اطفال اللوكيميا بيتحقنوا في الوريد على مدار 5 6 سنين و7 سنين. انا اعرف امهات قعدوا في مستشفى الشاطبي للاطفال بالسبع سنين بينزلوا اجازات في العيد بس، تمام، غير كده هم موجودين في المستشفيات مقيمين في المستشفى، فمتخيل مدى المعاناه، اكيد سايبه بيتها وسايبه بقيه عيالها عشان تراعي ولد بس. الناس دي يعني ابطال طبعا، الله المستعان، الله المستعان. استاذ رجب برضو عايز يعني ارجع لحضرتك من خلال ان انت في المجال الطبي وان انت ايدك في الموضوع، نصيحه من حضرتك او طلب من حضرتك للمسؤولين في البلد، تطلب ايه؟ زي ما قلت لحضرتك احنا في توجه عام في الدوله دلوقتي للقضاء على الامراض المستوطنه اللي هي كانت فيروس سي متمثله في فيروس سي، وده تقريبا بفضل الله ما عادش موجود، تمام. التحليل بالهرسيا ودلوقتي في الحمله بتاعت اورام الثدي بالنسبه للسيدات بعد 30 سنه، تمام. انا بقول ان في مصر بحالها فيها في حدود 25,000 حاله ماسكولار دوشان، ضمور عضلات، ضمور عضلات. مصر بكامل من المليون كيلومتر مربع دول، تمام، اللي فيها كام و20 محافظه فيها 25,000 حاله قياسا بعدد السكان بتاعت مصر، ده مش عدد. فانا بطالب يعني بطالب المسؤولين عن وزاره الصحه بتوفير، وخصوصا ان بقى موجود دلوقتي حقن هي موجوده في انجلترا وبدات تتاخد على حالات، بالفعل بدات حالات تاخدها وبدات حالات في دول عربيه تاخدها. يعني الحالات دي لما بتاخد المصل ده او الحقن دي مش مصل، هي حقن بتتحقن في الاسباين في الظهر، تمام. هي اربع حقن في السنه، بياخد الكورس اربع سنوات، بياخد اربع حقن في السنه، الحقن الواحده تقريبا تكلفتها 50,000 استرليني، الدوزنا الجرعه كلها بتتكلف مليون استرليني، مليون استرليني. ده بقى ممكن مع المنظمات بقى زي منظمه الصحه العالميه، زي المنظمات الحكوميه اللي هي العامله في الدوله باي صوره من صورها، يعني تحاول بقدر المستطاع توفره عن طريق نفق الدوله، عن طريق العلاج اللي بيتكفله الاطفال، ياخدوا الاطفال الصغيرين قوي في مرحله عمريه صغيره يعملوا تحليل الوراثه، يعني انا يعني دايما تحليل التيفويد، الفيروس سي، الفيروس بي، نفس الطفل ده هو بيعمل التحليلات دي يعمل تحليل وراثه،
بحيث ان لو هو حامل الجين ده في مرحله عمريه صغيره يتلحق، ممكن يبقى في طريقه للخلاص من القصه دي، لان القصه دي مجهده ومرهقه ومتعبه. تمام، واضح لك ازاي؟ يعني الطفل اللي هو بيتولد زي ما بيتعمل له تحاليل الفيروسات والحاجات دي والغده الدرقيه ساعه ما بيتولد، يتعمل تحليل جينات يتشاف الطفل ده هل يحمل جين وراثي، مش شرط يكون ضمور عضلات، ممكن جين وراثي ده يكون في اي حاجه ثانيه. تمام، فيتشاف اذا كان في حاجه ممكن تتعمل للتدخل السريع في الفتره اللي هو فيها الصغيره واللي هو لسه فيها طفل، ممكن تتعمل. لو ما كانش فيه انا برجو ان الدوله يعني تشمل العلاج بتاع الماسكولار دوشان او بتاع ضمور العضلات، او اذا كان في تطور جديد حصل في المعامل المركزيه عندنا في الجمهوريه، او الدوله تعمل لهم كيان. يعني انا لحد النهارده الدوله ما فيش كيان، يعني تيجي حضرتك انا عايز اخد كبير، انا عايز اخد ابني واروح مشوار. تمام، عايز اركب اتوبيس، اتوبيس ثلاث درجات، ما فيش اي طريقه غير ان انا اشيل الكرسي بتاع ابني انا واشيل معايا يا اسطى، دخلني جوه، دخلني جوه، خد الجزء اللي هو الممر اللي بيمشي فيه الناس. اصبح ابني عبء على الاتوبيس وعبء على نفسه، بقى شكله مش 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 كويس بالنسبه بتاع. ما فيش اي حاجه يعني متوفره بشكل سليم لطفل معاق. تمام، يعني حضرتك حتى انا كاب عايز اجيب عربيه اخدم بها ابني ده. تمام، تروح تعمل له جواب اللي هو المعاقين ده، يقول لك الاعاقه في الايد ملوش عربيه. طب ما هو ده معاق ايد ورجل ومحتاج يتنقل، وانا في ساعه من الرزق ان انا اجيب عربيه بدل ما بيجيب عربيه كل يوم بملغ وقدره. تمام، وخصوصا ان عربيه المعاقين بتيجي معفاه من الجمارك. اكيد. طب انا عايز اجيب ابني عربيه، ممكن حضرتك تستثني ده من القرار وتقول مثلا تطلع رخصه لا يقودها، يعني يضاف سائق للرخصه، يطلع له رخصه باضافه سائق، اذا اتمسكت العربيه بسائق غير اللي مكتوب في الرخصه خدها. تمام، ان انا تشيله خالص، يعني 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 يدخل الكوميسيون واحد مثلا عنده اعاقه في رجليه. تمام، يكتب له لائق وياخد عربيه. تمام، عنده اعاقه في ايديه يقول لك غير لائق. ليه؟ يقول لك الاعاقه في الايد ما يستحقش عربيه. فيعني في حاجات كتير ممكن نشيل، يعني حتى يعني اذا كان كتب عليه ربنا ان هو يبقى اسير كرسي، ما يبقاش اسير بيت، يتحرك يمشي. تمام، يروح يتفرج على ماتشات، يروح يتفرج على امسيه في اي حته، يروح الجامع زي الناس. لكن انت عشان خاطر حضرتك انقل ابني من ابو حمص لاسكندريه، انا مضطر اخد عربيه. تمام، عشان احطه في القطر، لا في كرسي يقعد عليه ولا في طريقه ادميه يطلع بها القطر. عشان اوديه اتوبيس، لا في لا في لا في مثلا مكان مخصص لطلوع الكرسي ولا في مكان يقعد فيه. طب فين حق المعاق في 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 في, في يعني في الحاجات دي فين؟ يعني انت عندك راجل معاق، طفل معاق مجتهد، وصل في الكليه الرابعه كليه، ايه خدمه الدوله؟ انا ابني خد ايه من الدوله؟ ولا حاجه. تمام، تروح التامين يديك العلاج للتامين. طب انا ابني بياخد الروشته دي، يقول لك التامين لا يكفل هذا الدواء، التامين ده الدواء ده مش مدرج عندي في التامين. طب الدواء ده انا بشحنه من المانيا على حسابي، الماسكولاس حقن دي انا بجيبها من المانيا على حسابي. انا راجل مش موظف حكومه، راجل شغال في القطاع الخاص، ماليش اي حاجه عند الحكومه، ما خدش منها حاجه. تمام، وباجي اشحن على حسابي من بره. تمام، طب انا حق ابني فين؟ حقه فين؟ حقه في الدوله فين؟ تمام، بس يعني في ختام حلقه اليوم بتوجه بالشكر للاستاذ سلامه. شكرا، واشكر حضرتك على تشريفك وحضورك لينا النهارده. الله يخليك استاذ الدكتور ايمان سلام، اشكر حضرتك على حضورك وتشريفك لينا النهارده، وان شاء الله باذن الله نامل ان يكون في حلقات قادمه وقادمه وقادمه ان شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام، في نهايه حلقه اليوم لا يسعني الا ان اشكر حضراتكم على حسن المتابعه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.